السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا غادي نتكلموا على تاع الإيفال اللي جابوهم، اللي قال لك جبنا وقلعنا وشدنا الناس في اليوتيوب، حاجة شابة حاجة منا، وبداو يخدموا وقلوبهم بياضوا، غسلوا قلوبهم، كانوا كحلين تما كانوا كحلين وغسلوهم بياضوا. حنا نعرفوا هذا الصوالح قاع قاع الشبك في الريح، يعني الريح في الشبك، نعرفوا هذا الصوالح. قلنا لكم راحوا جابوا ناقص تاعكم معنا، قلت لكم راحوا جابوا لي عينه عوره لنيفا عوج مستوى. حتى نبدا كنا نقول لكم روحوا جيبوا لنا سته تاع العام اللي فات، تاع فيفري العام اللي فات، مي بغيتوا ديروا حمله انتخابيه الجمعيه العامه، روحتوا جبتوا سته من مارسي. احنا الحمد لله يا ربي عندنا ناس نعرفوهم سبحان الله يخدموا في لي زيكول في مارسي، قال لك جبنا سته، دوك سته وين راهم؟ كاش انت روح جبتهم وين راهم؟ من بعد وين راهم؟ احنا على بالنا بلي هذو على جبتوهم، هادو على بالنا على جبتوهم، على بالي جبتوهم، جبتوهم ما عندهمش، كاين اغلبيه ما عندهمش لي ليسونس، ما جدولهمش، وليتو ديروا لنا دي فيديو قدم تاوعهم ساكن. حنا الله ينجحو، الله ينجحهم، الله ينجحهم ان شاء الله بربي. بصح الحقيقه هذا منتخب وطني، لا بين نخدموا، انتما داخل بادينا بالغش، كي غادي نديروا؟ انتما بادينا بالغش، هاك تشوف. قلنا لكم بلي كاين، انا كانت عندي والله العظيم وقلت لكم غير الناس يعايروا الناس منا، عاد تروحوا وتعاودوا تولوا، تروحوا وتعاودوا تولوا وحدكم تعايرونا، ومن بعد تسكتوا، ومن بعد تعاودوا فانيك تسكتوا، مي تسيبوا الحقيقه تسكتوا، ولا تدخلوا تبغوا تكذبوا صايك. حنا تروحوا وتعاودوا تولوا. قلنا لكم بلي يا ودي فيها ثلاث لعابه اللي غادي محسوب، غادي ينجحوا ثلاثه، هادو 20 فيها ثلاثه. وقلت لكم بلي السيستم كي داير، السيستم يروح يجيب لك مستوى تحت الضعيف ويديره مع اللعابه تاعهم لهنا، يديروا مع اللعابه تاعهم، وبعد يخرجه للاعلام يقول لك يا ودي مستوى تاعهم ضعيف، مستوى تاعنا تاع البوت تاع 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 لاماسيا خير منهم، هي عقليه، ويديروا لهم ليسونس مساكين. راهي كاينه شركه تاع سفيان تاع لي ماناجير تاع يبيعوا اللعابه، شركه تاع اللي يبيعوا اللعابه، يديروا لهم ليسونس ويعاودوا يبيعوهم لي ليسونس تاع لاماسيا، ويعاودوا يبيعوهم في تونس في الخليج، يعاودوا، المهم يبيعوه، المهم يدخلوا معهم دراهم. جابوهم هذو باش يديروا لهم لي ليسونس، خاطر هذو راهم ما جدولهمش العقود وما عندهمش دي ماناجير مساكين، الاغلبيه تاع اللعابه اللي جابوهم. انا نكذبوا عليكم، اللي باغي يخدم يروح يجيب الغارديا تاع مانشستر ذاك الصغير هذاك، اللي باغي يخدم يروح يجيب، يروح يجيب تاع ايفا وكلش، يروح يجيب العروسي، روح يجيب ايت النوري يلعب في فولهام سوبهامبتون، روح جيبه. اجيش انا تقصر عليا الله يامنوك ذوك اللي يروحوا يخرجوا الدراهم من الحيط، المهم يديروا دي فيديو. اورا دبلي اورا ملا قلبو راه ينغسل غتصف في الثلج. حسب الاخبار الوارده من سيدي موسى، فان الطاقم الفني للمنتخب الوطني الاقل من 20 سنه باستثناء ثلاث لاعبين مغتربين، فان البقيه والذين يقارب عددهم الى 20 لاعب مغترب لم يقنع. والله لاني قلت لكم والناس هم شاهدين، شاهدت بزاف ناس عيطوا لي انا، والله والله لا بزاف ناس قالوا لي يا ودي واش هدر عمي حسين جناد، راك هدرتها انت يا نهار الاول. قلت لهم يا ودي راه عندي معلومه باللي جابوا ثلاثه مستوى والاخرين مكاش، عمي حسين راه دارها الحمد لله يا ربي. والذين يقارب عددهم 20 لعاب مغترب لم يقنعوا، ومستواهم الفني لا يرقى لمستوى اللاعبين المحليين. فبعد عملية الغربلة التي استمرت عدة أيام والتي تخللتها تدريبات ومقابلات ودية، فقد تم الاحتفاظ بثلاث لاعبين. الحمد لله يا ربي، قلت لكم تكذبونا وتعاودوا تولوا، قلت لكم ثلاثة. أنا المعلومة اللي كانت عندي من الاتحادية الداخل والسيد مشكور، خاطش نأمن الله غالب راك تشوف فيا، نأمن فيك، نأمن فيك مليح،
ولا يعطيك الصحة، قلت لي باللي غادي يشدوا ثلاثة، قلتها لي الله يعطيك الصحة خطرة أخرى مع الشاد، قولي غادي نأمنك. دي فوا كنت ننتقدك، دي فوا بيناتنا نتناقدوا بيناتنا، نقول لك لا وما كاش منها، بصح هذه الخطرة الله يعطيك الصحة، هذه الخطرة 10 على 10. قلت لي نهار الأول نهار اللي جابوهم دخلوهم سيدي موسى، قلت لي ودي غادي يدوا ثلاثة برك، قلت لك ودي كي ثلاثة وغادي يدير، قلت لي ثلاثة اللي بالك فيها كارديا وزوج لعابة هكا الله يعطيك الصحة. وين لاعبي وقد يتقلص العدد للاعبين اثنين فقط في مقدمتهم الحارس المرمى نادي نيس الفرنسي بولهندي وين البالغ من العمر 19 سنة، والذي أجزم أحد أعضاء الطاقم الفني أنه سيكون مستقبل خليفة رايس وهاب بولعي بدون منازع، وهذا نظر لإمكانياته الفنية والبدنية الهائلة التي يتمتع بها. وذهب أحد أعضاء الطاقم الفني إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن المستوى الحارس أحسن بكثير من كل الحراس الذين ينشطون في البطولة المحلية. للعلم منتخبنا الوطني الأقل من 20 سنة سيشارك في دورة شمال إفريقيا بتونس المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة، إلى جانب منتخبات تونس المغرب ليبيا ومصر. هما غادي يدوا تاوعهم لهنا باش يديروا إشهار لاماسيا، والله لكم غالطين يا جماعة، باش تقارعوا اللي دار قانون قال لهم لازم يجوا مليا وحدهم تقارعوا هو يروح يجيبهم يسرقوا. يا ودي راكم غالطين، حنا نقولوا بهذا يكون قد نجح السيناريو، نقول باللي قد نجح السيناريو جلب لاعبين عاديين جدا في ظل حيرة واستغراب المكتشفين الحقيقيين، خاطر كانوا دايرين ناس هم يزيرنا، راحوا داروا ناس طاحت عليهم شكارة تاع دراهم، راحوا جابوا جوارة تاك 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 بالخط. تا جوار لازم تكون متابعة، لازم يا لازم تكون متابعة، لازم يكون صوالح وكلش باش تجيب لها هذو في سيمانة جابوا، تقول والله ما زال والله ما تحمق خسارة دراهم وصايب. وين نقول بهذا قد يكون قد نجح السيناريو جلب لاعبين عاديين جدا في ظل حيرة من استغراب المكتشفين الحقيقيين، ثم التصريح بأن مستواهم أضعف من لاعبين البطولة في محاولة استعطاف وإن استعطاف الأغبياء، ثم فسح المجال للمصنع البلاط للبقاء على أقل 10 من لاعبيه في الفريق الوطني والترويج له. نثم يعني نقولوا باللي الناس هذو يعني تشوف كيفاش، المهم صاحب المصنع تاع البلاط يعني وين يعني اليهودي هو ناجح ونجح ونجح في بزاف صوالح، مول المصنع تاع البلاط نجح في بزاف صوالح. شوف نستعرب به المدرب اللي جا مشى على ذاك ستاتي كاش زعقة، انا مشاني ننتقد في جمال بالماضي، جمال بالماضي صاب امور ورانا هدرناها الناس بالك كذبونا، بصح ناس وخد اخرين امنوا شاني شهدرت تاع الصح، امنوا شهدرت تاع المستوى الاول في فرنسا نخلوه لمامانا فرنسا، وعندنا كلابنا اللي يعايروا ذوك الناس يعايروا ذوك اللعابه يطيحوا عليهم. بصح جمال بالماضي راه فهم اللعبه، علي راه زومبيا الزيمبابوي فهم اللعبه، راه فهم اللعبه مليح، راه فهمها وين راه دروك، وين هو بروحو صرح قال لهم لازم لنا لعابه، لازم لنا نتبعوا لعابه وقت اخرين، فهم اللعبه مليح خاصه وين هذه اللعابه اللي جاوا مساكين الله غالب عليهم وما جابوهم شي، جاوا وحدهم وما راحوا جابوهم، جابوهم بزنازيه في فرنسا، وراكم عارفين شكون بزنازيه في فرنسا، ناس بزنازيه راحوا جابوهم جاو يخدموا، عيط لهنا عيطوا دوك بزنازيه خاصنا اللعابه، راح جيب تاك 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 جابوا كاع، قلت لكم جابوا واحد، انا قصت لكم معنى، قلت لكم جابوا واحد عور واحد نيفو عوج واحد عوج واحد منا واحد منا، المهم باش يمشوا قال هي اللي طردت كاع طردت كلش، وان شاء الله بربي تنكشف قضيه عوار هي اللي طردت كلش، وان شاء الله بربي تنكشف الدعوه تاع
تنكشف، انا على بالي شتا كاين، راني ساكت وتنكشف ان شاء الله. كيما نهار اللي دسوا على لافير تاع ذاك اللاعب تاع نيس، الدو تاع نيس اللي طلع بالزغاريتو، دسوا على لافير هذيك، من بعد خرج جمال بالماضي قال له على بالي شتا كدير، هذه بالك غادي تنكشف تاع عوار. كيفاش ناس حاربوا عوار باش ما يجيش الجزائر، حاربوه بكل قوه. انا نهضرها ونعاودها، كان يقول لك بزاف. انا نعرف هذوك تاع لي كومونتير، نعرف بلي اصحاب البندير اصحاب منا، نعرف اليوتيوبر ونعرف الناس اللي يخدموا مع اليوتيوبر هذوك، نعرفوهم دوك لي دوبرمان، وين يكومونتو غير برك غير نتوما راكم تكتبوا تاع عوار، غير نتوما نعرفوكم مليح، نعرفكم مليح انتوما برك الناس مع بصح انتوما، ونعرفوكم كيفاش تبغوا تطلعوا فوق السبع كيطيح. بصح هزوا روحكم على بالك التصويره، صابوا مسلم راكع ومسيحي رابط الاعلام رابط الكتاب والهودي فوقهم. الهود ما بغاوش ديك التصويره، قال لك النهار اللي غادي يطلع غادي كاع نطيحوا. شوف كيفاش انا اللي نوض السبع هرجو رواحكم غادي كاع ياكلكم. قال لك غير قال لك عضه تاع سبع ولا عضه تاع اصبع، يجي النهار